هو الخلافات والمشاكل بتاعته مع العراف، هو يحل مشاكله وهيتقدم تاني ان شاء الله. ده مش طريق تاني غير نحل مشاكله، ما يعني ما هو سبب المشكله، هو حلها وهو عارف، وهو ولد كويس وطيب، بس يعني زي ما تقولي انفعالي بزياده. هو الجيل ده كده اللي إذا طلب رأيي. لا لا لا، هو كمان أدوار رجعت له كويسة. هو آخر حاجة بشغله كانت الممر مثلا، واشتغل مع عادل إمام في مسلسل العراف، عمل دور ابنه البورسعيدي كان جميل جدا. اشتغل مع محمود عبد العزيز، عمل الأب الروحي. هو بس يعني خلافاته دي اللي مضايقاني يعني.